مستوى نهر الفرات يتراجع بقوة في حوضه السوري، وإمدادات الطاقة والزراعة باتت في خطر. مناطق عدة تعتمد على النهر كمصدر رئيسي لمياه الشرب ولتوليد الكهرباء. حاليا الوضع مأساوي، وصلنا إلى الحدود الدنيا. كما نرى الحد الطبيعي هو 304 الأحمر، الخط الأحمر. الحد بالنسبة للمسوب الحالي هو 297، وصلنا إلى الحدود الدنيا. تعني كلمة حدود الدنيا هي إيقاف المحطات عن الخدمة الثلاث، تشرين والفرات والبعث. حاليا نحن في وضع حرج. حبس تركيا للمياه وتحويلها إلى سدودها عامل إضافي يزيد الأعباء على المزارعين، كما أن ندرة هطول الأمطار في المنطقة من أسباب تفاقم الأزمة. من الواضح أن منطقتنا تعتمد على نهر الفرات في الزراعة. أستطيع أن أقول بوضوح أن جميع المنتجات المحلية في منطقتنا، والتي يعتمد عليها 75% من السكان، في خطر بسبب قطع تركيا للمياه. القطع المتكرر للمياه من الجانب التركي يعطل بشكل كبير الحياة في معظم مناطق الشمال السوري، منذرا بأزمة إنسانية وشيكة.